الوارح كنا شفنا لي تي بي اللي كيديروا بور لي زاموتيسور افون اي اريير سي بون. واليوم كنا قلنا غادي نشوفوا لا سيسبونسيون هيدرو بنوماتيك او لا اوليو بنوماتيك، عندها جوج ديال الاسماء ديالها، هيدرو بنوماتيك. هيدرو يعني ان اون بارتي هيدروليك اللي هي الزيت، بنوماتيك المقصود بها هو لير ماشي لي بنو، مقصود بها لير يعني عندي الزيت و لير الهواء. اوليو بنوماتيك لا ميم شوز، اوليو هي هيدروليك نيت يعني الزيت، و بنوماتيك من هنا راه هي لير. هاد لا سيسبونسيون هي اللي قدامكم الان اللي فيها لي سفير. كتكون عندي اون سفير مقسومه بواحد لا مومبران في الوسط يعني جلده غليظه، سي اون مومبران. اوكي، في الجناب ديال هاد لا سفير كتكون باينه هذيك الجلده. كيكون عندي ان غاز الفوق، هذيك لا مومبران فرق ليا ان غاز وفرق مع الزيت. كيكون عندي دي سوباب هنايا اولا كلابي، كيكون عندي واحد البيستون لي لاتيج ديالو هو شاد ليا في لو برا دو سوسبونسيون. لو برا دو سوسبونسيون هو اللي كيبقى كيطلع وكينزل مع الرويده. فاش الرويده كتطلع بحال دودان مثلا كيتهز لو بغا، لو بغا كيهز ليا لاتيج، لاتيج كدفع ليا لو بيستون، بيستون كيبدا طالع كيدفع ليا في الزيت، الزيت كتبدا غادا كدوز من الكلابي، من الزيت غادية كتدفع ليا لا مومبغان، لا مومبغان كدفع ليا الهواء. هذاك المرور ديال الزيت من هنايا وهذاك الانتقال ديال البريسيون من الزيت للمومبران كتولي طوندو. اوكي، ومنها هي الهواء. في هاد المراحل هادو كيتهرسوا ليا هادوك لي فيبراسيون. هذا هو الفكره اللي كتوقع عندي. لاسفير هي سيت امورتيسور اللي بواحد الشكل اخر، هذا هو الفرق اللي كاين. في لامورتيسور العادي كنا غير الزيت بوحدو الباساج ديالو داكشي، هنايا كنخدمو بالبلير وبالزيت. هاد لي سفير هادو بعض المرات كيكونوا عندهم دي ليزون مع دوطخ سفير، يعني في وسط طوموبيل مثلا كتكون عندي بلاصه كل امورتيسور كتكون واحد لاسفير بحال هادي، ولكن بين هذيك اللي من وهذيك اللي على اليسار كتكون اون ثوازيام سفير في ليسيو، هي اللي كدير ليكيليبر بين هذه ديال اليمين وهذه ديال اليسار. وبطبيعه الحال متصلين معها هذيك لاسفير ديال اليمين وديال اليسار متصلين معها بدي راكوردومون تيوات اللي كيدوز فيهم هذيك الزيت، يعني ديك هذاك لو بيستون فاش كيطلع راه كيدفع الزيت للفوق وكيدفع الزيت كتمشي مع القادوس فيغ لي زوطخ سفير. اوكي، فوالا كيف ما قلت لكم هنايا. هنا دابا هذا هو لو بغا دو سوسبونسيون فاش كيدفع ليا يعني لاتيج كدفع هذا كيطلع سي بون، هذا هو اللي كاين. بطبيعة الحال يعني راه ما حبساش هي غير هنايا، وانما يعني عندي بلوزيغ شوز ادير في هاد المسألة هادي. لحقاش هاد لو سيستيم كانت اول شركة اللي تشهرت به هي سيتروين، هي اللي دارتو في الاول. اوكي، وبقات كتطور فيه. دابا كنلقاوه في لي زوطخ مارك
حتى هما داروا هذا السيستم هذا. بطبيعة الحال هذيك لا ميثود ديالو ولا ليدي ديالو اوكي او لا داك لو بوا سيونتيفيك الى بغينا نقولو هو بلو فيابل هما اي بلو بيرفورمون على لي زامورتيسور العاديين اللي كنا شفناهم وهادو اللي كاينين في الطوموبيلات بزاف يعني. وبطبيعة الحال حتى لو بخي راه كيكون طالع لانه حتى لا مينتونونس ديال هاد لي سفير ماشي بحال الاخرين لانهم هادو كاين دابا هذيك لا مومبران اوكي فاش كتقب كيدوز لك داك الهواء السيركوي ديال الزيت صافي مشات لك لا سوسبونسيون ديالك في هاد لو تيب هذا. كيكون عندي كيف ما قلنا واحد لا بيس كنسميوها ريغولاتور دو هوتور. ريغولاتور دو هوتور هو هاد لا بيس اللي كاين عندي هنايا. شنو هو الدور ديالو؟ انه كيريغلي ليا لا هوتور يعني فاش كيكون واحد الثقل زايد معين طوموبيل تهبط بطبيعة الحال فاش كتهبط خاصها ترجع للنيفو ديالها باش غادي نردوها النيفو ديالها يعني خاصنا واحد لا فورس. دابا هذاك القياس باش هي هبطات الريغولاتور اش كيدير؟ كيتحرك فيه واحد البيستون حسب هذاك القياس باش هبطات به بالضبط. هذاك البيستون فاش كيتحرك كيسمح بمرور واحد الكميه واحد البريسيون ديال الزيت باش كيعاود كيدفعها لاسفير باش كيعاودو كيطلعوا ليا الكاروسري الفوق. وهذا الشيء راه ما فيه لا كابتور لا اكتياتور لا كالكيلاتور هذا غير كيف ما كنقولوا يعني كوموند هي يعني ميكانيك هيدروليك كوموند ميكانيك هيدروليك دايره بحال هاد يعني بهاد الشكل هكذا. غنحاول ان شاء الله نصيفط لكم لي شيما ديال هاد الشيء باش تاخذوهم عندكم في الكور ديالكم. حاليا اسكو فوزافي دي كيستيون قبل ما نباسي لاوتر شوز؟